أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم.